بسم الله الرحمن الرحيم، جريد 6، اهلا بيكم. هنيجي بقى لاخر جزء في الكونسيبت اللي هو ستيم. تعال نشوف بقى ايه كاريرز اند سيل بيولوجي. ايه بقى موضوع السيل بيولوجي؟ طبعا انا عندي حاجه اسمها بيولوجيستس، ودول المسؤولين عن دراسه السيل بما تحتويها. يعني هنا الجماعه دولت مسؤولين عن دراسه السيل ومعرفة كل خصائص السيل وإيه الفانكشن بتاعت كل أورجانال. دول جماعة البيولوجيستس. سيل ار فيريتاين عارفين، وقلنا إنها ال وير ذا ديامتر اوف ذا انيمال سيل، قلنا بيكون اباوت 0.001، وطبعا دي حاجة تايني كانت تصير باي نيكد اي معروفة. طيب نعرف الأول البيولوجيستس. What is the cell biologists؟ يبقى they are scientists who study the cell، المنوطين والمسؤولين عن دراسة السيل. Cell biologists. They use microscope. واتفقنا يا جماعة الميكروسكوب ده الحاجة اللي أنا أقدر بيها أشوف بيها التايني أوبجكت، وبرضو الحاجة اللي أقدر ادرس بيها الاستراكشر اوف ذا سيل واعرف الكومبوننت بتاعت السيل ثرو ذا مايكروسكوب. وقلنا برضو انت عندك في الاوبجكتيف لينس عندك كذا باور، الباور بتاع اللينس ده ابلاي او بروفايد يو تو سي ذا سيل كومبوننت. لو استخدمت الهاي باور لينس يبقى انت كده بتشوف الكومبوننت اللي جوه السيل وتشوفها بي لارج. لو لقيتها عملت او استخدمت اللو باور يبقى انت كده بتشوف السيل سمول. ده كده شغله البيولوجيستس ان هم بيدرسوا السيل. طيب زي ورك اون لابوراتوريز، طبعا كله شغال في المعامل. طبعا دراسه السيل ده يا جماعه ما بتكونش في الشارع، لا بيكون في لابوراتوريز اند زي اكسبيرمنتس، بيعملوا تجارب to study how cell work inside the living organisms and how cell respond to different variables. يعني ايه؟ دلوقتي الجماعه دول شغالين على دراسه السيل مظبوط، وبيدرسهم ازاي السيل بتشتغل، ازاي السيل do its function. احنا قلنا يا جماعه ان السيل دي تعتبر سيستم كامل، السيل تعتبر سيستم كامل، وبالتالي ان السيل دي لها function. هما بيدرسوا بقى ازاي السيل بتقوم بوظيفتها وازاي بتتجاوب مع ال variables. variables المتغيرات. يعني مثلا عندك حصل حاجه في نسبه زادت في الدم، في اكلت حاجه ضاره، اتعرضت لاي بريشر، اتعرضت لاي جرح، ازاي السيل بتتعامل مع هذه ال variables او المتغيرات. ده كله شغله ال biologists. They analyze data، بيبدأوا يحللوا data and present their conclusions to other researchers. يعني أنا دلوقتي باحث، بحثت طلعت نتائج مش هخبيها، لا بعمل إيه؟ بخليها متاحة لكل researchers، جماعة الباحثين. يبقى دلوقتي لما بطلع حاجه او بستنتج حاجه زي مثلا كده روبرت هوك لما استخدم الميكروسكوب وبعدين قال في سيل و و، طبعا ده فاد البشريه كلها، ما خدش هذا الاختراع وخلاه لوحده، لا بدا ان هو يوزعه على ريسيرشرز عشان يفيدهم في تطوير العلم والعلماء. Some biologists work with doctor. في كتير قوي يا جماعه مش صام، يعني في جماعه كتير من البيولوجيستس وخصوصا اللي هم دكاتره بتوع التحاليل، يبقى دايما معاهم بعض هذه البيولوجيستس اللي هم اخصائي البيولوجي والمعامل، ان هم بيشتغلوا مع الدكتورز ليه؟ To study how the cell work to repair the body parts، يصلح بقى البادي بارتس، or how cell responds to different medicine. يعني حتى ما تيجي انت مثلا تروح يقول لك ايه؟ انت تروح في المعمل الفلاني عشان تحلل دم او تحلل اي حاجه، اللي بيحلل لك ده لازم يكون بايولوجيستس.
راجل متخصص في البيولوجي ويقدر ان هو يشوف السيل او يشوف الاستكشر بتاع السيل ويقول اه انت السيل بتاعك فيها مشكله زي الدم، لا دم عندك مشكله، كرات دم حمراء ناقصه، لا دي زايده، ويبدا ان هو يقول لك ازاي السيل بتاعتك شغاله واعمل لها ريبير ازاي، اعالجها ازاي، تمام، واستجابتها للميديسن هتستجيب او لا. زي مثلا تلاقي مثلا حد عنده برد وانا اخد دواء واللي جنبي ياخد انا اخف وهو ما يخفش، ده استجابه السيلز للميديسن، ده الريسبوندس، كلمه ريسبوند يعني استجابه بتاعه الديفرنت ميديسن. سم اذر سيل بيولوجيست ورك ان ذا اجريكلتشر، اه في بعضهم شغال في الزراعه، يعني مش كل البيولوجيست شغال في الدكتورز بس، في بعضهم في الزراعه. زي مثلا ايه، لو حد فيك يعرف معمل او مركز البحوث الزراعيه لفسخه، على فكره المركز ده يا جماعه انترناشونال، يعني ما هواش على مستوى مصر بس، لا ده على مستوى الشرق الاوسط، يعتبر افضل مركز على مستوى الشرق الاوسط في الزراعه. بيعمل ايه؟ بيحلل السيلز بتاعت السيدز ويقدر يطور هذه السيدز ويصل بيها الى استراكشر اعلى، ويقدر ان هو يجيب انتاجيه اكتر، ودي اسمها دراسه البحوث، بحوث يعني بيعمل اكسبيرمنتس، تجارب على السيل علشان يقدر ان هو يصل بيها الى افضل محتوى او افضل نتيجه تدي لي نتائج اكتر. تمام. نيجي بعد كده للجزء الثاني، ستيننج سيلز اللي هي صباغه السيلز. الله، هو انا هصبغ السيل؟ قال لك بص بقى يا سيدي، هقول لك بس الحته بتاعتها عشان تفهم. احيانا بستخدم البلوميسيلين او الميسيلين بلو، وده علشان ابدا احطه على السلايد الشريحه علشان الكومبوننت بتاعت السيل تبان. تبان ازاي؟ يعني اقدر اشوف الكومبوننت لانها تبقى ملونه فتظهر. لكن الحاجات الكالرلس زي الميه، يعني مثلا انت لو جبت شاليمو شفاف وبدات تشرب ميه بيه او حاجه شفافه زي الميه بيه، انت مش هتشوف الميه وهي طالعه. ليه؟ لان الميه شفافه مش هتبان في الشاليمو. طب وبعدين؟ لو انا اديت للميه اي كلر اي لون، هتبدا الميه تتلون باللون ده فتبان في الشاليمو. يبقى انا كده قدرت اشوف الميه وهي خارج طالعه في الشاليمو بمنتهى البساطه. وهو ده الفكره بتاعت الستيننج السيلز او تلوين وصباغه السيلز. بحط على السيل حاجه اسمها ميسيلين بلو، الازرق ميسيلين، وده بحطه عشان يلون السيلز من الداخل باللون الازرق، واقدر اعرف السيلز كومبوننت بمنتهى البساطه. ماشي. بيقول لي بقى هنا ايه؟ سيلز يوجوالي كلين، كلير يعني شفافه كده، او كلرلس عديمه اللون. So it's hard to see the structure of the under microscope. يبقى صعب ان اشوف تركيبها تحت الميكروسكوب لانها بتكون ايه؟ بتكون كلرلس عديمه اللون. طب لو انا لونتها يبدا اللون يتغير ويخلي الاورجنالز اللي جوه تاخد الوان، وبالتالي اقدر اشوفها بوضوح. ستيننج او دايس، دايس اللي هي برضو صباغه، ار يوزد تو ادد كلر تو ميك ذا سيل استراكشر مور فيزيبل. يبقى الفكره كلها ان اخلي المكونات بتاعت السيل مور فيزيبل، اكثر وضوحا، لانها هتلون هتاخد. يعني بصوا يا جماعه في السلايد دي كده الاقي الحاجات واضحه جدا، الاورجنالز واضحه جدا جوه السيل، وده لان انا صبغتها بميسلين بلو. There are different types of stains، في عده انواع من الصبغات. Where some stains are used to highlight one part of the cell، يعني يحدد بس كده الخط الخارجي، and the other make you more visible such as methylene blue،
كلمة ميثيلين بلو ده نوع من الصبغات اسمها الأزرق ميثيلين. الأزرق ميثيلين. ماشي يا سيدي. That help you to see the nucleus. أشوف النيكلس بوضوح بقى لأن النيكلس كانت colorless. عدمت اللون. طب لما أنا أحط عليها الميثيلين بلو تبدأ تظهر لونها. وبالتالي تقدر تشوفها بوضوح. A blue area in a sample of a chick lined membrane cell. يعني عندك هنا واضح ان انت قدرت تشوف الميمبرين سيل بتاع السيل نتيجة ان انت حطيت عليها الميثيلين بلو. نيجي بقى لسيل ان 3D. السيل ان 3D يعني استخدام اشوف الخلية 3D يعني 3 dimensions. ايه بقى 3 dimensions دي؟ ان اشوف الخلية مجسمة. طيب انا هوريك دلوقتي هو الفيديو بتاعنا عشان نشوف كده يا جماعة. انا داخل جوه السيل. انا بقى كده ده اسمه 3D او 3 dimension of the cell. بص دخلت بقى جوه اهو. دي الفكرة بتاعت 3D cell. ان انا بخش كده جوه السيل كأني بقى عايش جواها. بص يا جماعة النظام ده. بصوا دلوقتي انا كده جوه السيل. يعني انا دلوقتي داخل كده عند النيكلس وعند البلازما النيوكليوم والحاجات دي كلها. انا شغال جوه السيل اهو. بصوا فده بسميه اهو ده. بص اهو ادي. بصوا يا جماعه هنا داخل على الجيولوجيز باديز او الميتوكوندريا. بصوا اهو جولجي بادي. يعني ميتوكوندريا هون يبقى كانك دلوقتي داخل جوه السيل وعمال تلف جوه. فهي الفكره كلها كده. ده نفس الكلام اهو. بصوا يا جماعه ده برضو 3D كده. دخلت جوه السيل اهو واخش جوه بقى كده واشوف ايه الكومبوننت. ادي النيوكليوس وادي الاندوبلازم ريتيكليوم وادي الميتوكوندريا. يبقى انا كده بعمل 3D. 3D يعني شكل 3 دايمنشن للسيل. ده الحته بقى بتاعت ايه؟ بتاعت السيل ان 3D. Scientists have built microscope. طبعا بنعمل microscopes. بصوا كده معايا. شوف كده انا داخل جوه السيل وعمال الف اهو. ادي السيل. كاني بقى شفتها كده واخش جواها. اهو شوف كده بقى ده الاندوبلازم ريتيكليوم السيتوبلازم. شوف 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 كده كانك دلوقتي ايه دخلت 3D دايمنشنز للسيل اهو. بص 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 يا جماعه شوفوا داخل ازاي جواه ازاي. ده البروتين بيتكون. وادي ايوه ادي بقى البلازما ميمبرين. يعدي اللي يعديه ويسيب اللي يسيبه. وادي الجزء بتاع اللي هو ميتكوندريا عشان الانرجي. يبقى السيل 3D اللي هي بقى الخليه في حاله 3D. ان انا زي ما قلنا بشوف بقى الخليه بالوضع ده ان كاني بخش جوه الخليه. Scientists have built the microscopes that show the cell in 3D, which means that you can see the top side and layers of the cell. اقدر اشوف الجزء العلوي واشوف جوه السيل layers طبقات السيل. How does the 3D microscope work? ازاي بيشتغل؟ ال 3D microscope take pictures. يعني انا باخد صوره للخليه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا من كذا زاويه تحت الميكروسكوب طبعا. وبعد كده بدي الميكروسكوب بروجرام. وهذا البروجرام بيبدا ان هو يتعامل مع السيل ومع الصور دي كلها ويحولها لي الى 3D. Then computer puts these layers together. وبعد كده finally colors and added the formed image. بيبدا ان هو يلونها ويدي بقى ايه الفورمد ايمج اتكون. How does microscope 3D microscope
ساينتست وورك قلنا زي ما قلنا بياخد هيلب بارجست تو ليرن، بيساعدهم ان هم ليرن اباوت ذا سيل. انا عايز مور اباوت ذا سيل. لما باخد ايمج للسيل واحطها في الكمبيوتر بروجرام عشان يبدا يعملها لي ك 3 دي دايمنشنز، بقدر بقى هنا افهم قوي السيل عامله ازاي، واقدر اتحرك وكاني داخل جوه السيل واعرف وافهم البيولوجي بتاعتها. نمبر 2 ذا 3 دايمنشن ميكروسكوب هيلب دكتورز تو تريت يعالج بعض الامراض زي الكانسر which is caused by the cell that divide too quickly. ايه هو الكانسر يا جماعه؟ ان السيل بتاعتك ديفايد، تنقسم كويكلي، تنقسم بسرعه، علشان كده بيسموها ايه؟ الاورام السرطانيه، لان هنا السيل بتنقسم بسرعه وتعمل تورمات او كتل تورم. شكرا. Understand the device that allows scientists to see the top side and the layer. طبعا ما دام top side و layer يبقى 3D microscope. We can use nowadays اللي هي ميثيلين بلو كصبغة عشان أصبغ بيها نيكلياس. Scientists who study the cell known as biologists. تمام؟